حاجة الحمد لله حاجة رائعة. معسكر كان بيتميز بالانضباط التام للفريق، لعيبة رجالة رجالة لأقصى درجة. جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم يستحق كل الفرحة دي. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، مبروك لكابتن محمود الخطيب، مبروك لزمايلي في مجلس الإدارة، مبروك لكل الأهلوية، ويا رب ربنا يديمها نعمة يا رب. النهاردة أو خلال هذا المعسكر عملت رسالة مهمة، بدءا من رئيس البعثة الدكتور محمد شوقي، معالي الوزير العمري فاروق، الأستاذ طارق قنديل، المهندس خالد مرتجي، دكتور سراج، دكتور مهند، كابتن حسام غالي، المهندس محمد الضماط، الجميع، كابتن الخطيب ايضا لما جه التدريب، عملت رساله ان احنا كلنا ورانا هدف واحد هو كاس البطوله. حققتوا الهدف ووفيتوا بالوعد. الحمد لله، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي على مدار تاريخه. ومجلس الحمد لله كلنا ورا كل الفرق اللي بتلعب باسم النادي. وفريق الكوره طبعا ليه معزه كده في اللي عمله النهارده، حاجه مبهجه ما شاء الله. واصر ان هو البطل، وان شاء الله هيستمر بطل رغم اي بقى حاجات خارجه عن النص تتقال ولا غيره. النادي الاهلي هو البطل، هو البطل ودايما الاول ان شاء الله، وبعوده ان شاء الله دايما.